المحمدي، محمد صلاح، عبد الله السعيد، على طول كرة في اتجاه ابراهيم صلاح، محمد طبعا صلاح داخل وكهربا راجل تابع 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 لصلاح، ولكن ضاعت ضاعت الكرة. لكن ايه حارس المرمى هاربي كوفي يعني بيديك مؤشر بيقول لك انا مهتز انا قليل الخبرة، حارس مرمى ازيك. ادي كرة من محمود كهربا في زاوية وعملت باندا في الارض، ولكن كرة بقى المتابعة من محمد صلاح باليمنى وكرة تطلع خير، لكن حلوة. شوف كهربا عايزة لو اقوى لو اقوى شوية، عايزة اقوى من كده، لو اقوى كانت تخدع هيرفي كوفي، ولا حضراتكم مش من الحراس المميزين قوي في البطولة. لكن كرة كهربا في اقتراب من المنتخب المصري لهذا الشباب. كرة على طول على الأرض، حاول أمامنا هنا اللاعب أمامنا عبد الرزاق تراوري. رغم إن محاولاتنا مش كثيرة لكن تشعر فيها بالخطورة. يعني كرة تريزيجيه بجوار القائم الشمال. الكرة بتاعت كهربا اللي فاتت دي كانت في منتهى الخطورة. ولو كانت ظبطت كرة كهربا أيضا التسديدة بتاعت كهربا، لو ظبطت كرة كهربا عايز يزقها ويعدي من دايو كان هيبقى إيه؟ هيبقى هدف حلو لأن تريزيجيه كان واخد مكادرة. الاسلوب المصري واضح، في اسلوب للعب. بعض ممكن يقول لك احنا مش ضاغطين ليه؟ ليه مش بنهاجم بقوه؟ لكن اكيد اكيد في رؤيه للجهاز الفني يكتب لكلوما، لكن مهم قوي يقظه الدفاع. لكلوما المحمدي اوعى يدخل في القلب، وادي الكره اللي في القلب ابراهيم صلاح، عدى تسديده ولكن سهل، تسديده ولكن سهل. حضروا يعني في الجانب اليمين او الجانب الايسر حاليا، الكرة اللي في العمق، ولكن الكرة المرة دي من عبد الرزاق.